السلام عليكم ورحمة الله. كالمعتاد برحب بكل متابعينا الكرام، وبرضو كالمعتاد بعرفكم بنفسي، أنا أخوكم محمد عمارة. لو أنت موجود في أي محل ملابس أو في أي محل ذهب وسمعت كلمة دبر لي من شلو مصلحة، تعرف أن حضرتك كده بتتسلي، ولو سمعت كلمة الدفش اللي في شلتك مصيع أو فاكس أو صد، تعرف أن حضرتك كده بتتشتم. موضوع فيديو النهاردة ممكن للوهلة الأولانية كده يبان أنه هو كوميدي أو فور فن، الموضوع مش كده خالص. الموضوع أن احنا قناتنا على اليوتيوب مهتمة بالملابس، فما ينفعش حضرتك تكون مدير في محل ملابس أو صاحب محل ملابس وعندك بياعين بتتكلم باللغه دي وحضرتك مش فاهم الناس دي بتقول ايه. الف ب تجاره كده او الف ب اداره، ان حضرتك المفروض تكون اقوى من الشخص اللي بتديره. وبرضه حضرتك ما ينفعش تكون متابع قناه اوتلت وتكون في محل ملابس او في محل ذهب ويتنصب عليك او تتشتم وما تبقاش عارف ايه الكلام اللي بتقوله. وعشان كده في الفيديو بتاع النهارده هنعمل سبوت كده على شويه كلمات. انت مش المطالب منك ان انت تحفظ كل اللي انت هتسمعه في الفيديو، ولكن مطالب منك ان انت تاخد فكره، علشان لو سمعت كلمه من الكلمات اللي هنعمل عليها سبوت الفيديو النهارده، المفروض انك تاخد بالك وتنتبه ان انت كده يا بتتسرق يا اعوذ بالله بتتشتم. عايز اقول لك على قصه كده، بالفعل القصه دي حصلت معايا والله، ان انا كنت بشتري هديه ذهب لمدير ليا في الشركه. ايام الناس ما كانت بتنزل تشتري ذهب، نزلت شارع خيرت في السيده زينب وكله محلات ذهب وكلهم ناس محترمه وكلهم ناس افاضل وكلهم على راسي، ما بنغلطش في حد. فدخلت محل ذهب انا معتاد ان انا اشتري منه، ودخلت بالفعل اشتريت هديه في حدود مش فاكر كانت 2000 وشويه. فداخل على مدير المحل كالمعتاد بتعشم فيه انه بيعمل معايا اي كومبليمو او اي واجب صغير كده، فلقيته بيسال البياع بيقول له انت شبرت؟ فالبياع رد عليه قال له مشبر عودين. هنا المقصود بالعود يعني 100 جنيه نظرا لان الفاتوره 2000 وكسر، ولكن العود ده ممكن يكون المقصود بيه 1000 جنيه وممكن يتقصد بيه 100000 جنيه في المواضيع والمصالح الكبيره. جميل. فطبعا انا زعلت واتضايقت وانا بحاسب، ورحت خاصم 400 جنيه ودفعت الحساب ناقص 400 جنيه. صاحب المحل بيقول لي ناقص 400 جنيه، قلت له ما هو 200 جنيه شبار و200 جنيه حق عرب علشان الشبار. فطبعا الراجل اتصدم. فالشيء بالشيء يذكر ان انا اديتك المثال ده او حكيت لك القصه دي عشان تعرف ان كلمه شبار يعني معناها ان حضرتك متأفور عليك في السعر. هنبدا كده في فيديو النهارده بقى، وابدا اعرفك على شويه مصطلحات كده، وهنعمل سبوت على شويه منها ان انت تاخد بالك منها وتركز فيها كويس. بس يهمني ان انا اقول لك ان بياعين الملابس وبياعين الذهب لا هم نصابين ولا هم حراميه، هو ممكن يكون بنستخدم، وانا بضم نفسي ليهم ان انا واحد منهم، ان احنا بنستخدم الكلام دوت لان انا اظبط مصلحة، ان انا عايز اجامل زبون زي مثلا مدير المحل او صاحب محل الذهب ده كان المقصود ان هو عايز يجاملني، فهو رفع 200 جنيه عشان وانا بحاسب ينزل لي ال 200 جنيه وبقى انا ماشي مبسوط ان اتعمل لي خصم 200 جنيه وهو ما اتحركش مني. فمش المقصود ان احنا بنستخدم اللغة دي او البياعين سواء الذهب او الملابس بيستخدموا اللغة دي علشان خاطر ان هم يضروا حد او يستهزئوا بحد لا قدر الله، ولكن انا عايز انبهك عشان لو حد استخدمها ضدك استخدام سيء او اساء اليك بشكل ما، فتبقى انت عندك فكره بايه اللي بيحصل، او تبقى عندك فكره باك جراوند بسيط عن اللغه دي. ويهمني ان اقول لك ان اللغه دي مشتركه ما بين بياعين الملابس وبياعين الذهب بنسبه 80%، هنا تزيد كلمتين ثلاثه هنا تقل كلمتين ثلاثه، ولكن هي بنسبه 80-90% هي مشتركه ما بين كل تجار الملابس او بياعين الملابس وبياعين الذهب. يلا بينا بقى في فيديو النهارده وهعرفك على شويه مصطلحات هتقول ايه اللي بيقوله محمد عمارة ده. يلا بينا. خد بالك بقى كويس قوي، هنا اول تنويه واول تحذير اقول لك عليه. خد بالك من كلمه ألخ التيكت او ألخ السعر. ألخ التيكت دي يعني معناها حضرتك بيتدرب لك مقاس. يعني ايه؟ يعني حضرتك مثلا بتلبس في البدله مقاس 48 والبياع ما عندوش 48 اسود، فعاوز يبيع لك بدله مقاس 50 وهي مش مقاسك، فبيروح قايل للمساعد بتاعه او بياع تاني ألخ التيكت. كلمة ألخ التيكت دي يعني يشيل تيكت المقاس من على القطعه عشان حضرتك ما تبقاش عارف ان القطعة دي 50 مش 48. هتقول لي ازاي ما هتبقى عليها واسعة؟ اعلمك حاجة كده ومع ربنا يسامحني بقى. بص خد بالك وانت في المحلات يعني الناس بيعملوا كده الا من رحم ربي، عشان مش عايز اغلط في حد. انت بتيجي تقيس البدلة، البياع من ورا بيكون ماسك القماشة كده. خد بالك من دي، البياع من ورا بيكون من نص البدلة ماسك نص البدلة وانت مش حاسس، بيروح ماسك نص البدلة كده علشان انت من هنا تشوف الزرار مقفول فتعرف ان البدلة دي كده مقاسك. اللي بيحصل بعد كده ان بعد ما يقنعك ان البدلة مقاسك وهو مضيق البدلة بايديه كده من ورا
جميل، او مضيق البنطلون كده من ورا، هي بتحصل اكتر في البدله وهو مضيق البدله كده من ورا، فانت من قدام في المرايه شايف ان البدله مناسبه فخلاص اقتنعت، وهو اصلا مقلق التيكت اللي لسه كنا بنقولها دلوقتي خلاص كده، فبياخد البدله عند الترز اللي بيبقى متخصص جوه المحل او فوق المحل او جنب المحل، وبيشيل لك ال 2 سم من ظهر البدله اللي هو عمل الحركه دي وهو بيقيسهالك او وهو بيعمل لك بروفه لو انت بتفصل بدله تفصيل خاص جوه المحل. فكلمه قلخ التيكت يعني معناها حضرتك بيتضرب لك تيكت وبتاخد مقاس غير مقاسك خلاص كده، سواء هو هيعدله لك او سواء بقى حسبنا الله ونعم الوكيل ان هو هيضلك ويحطه لك في الشنطه وخلاص على كده، عايز البيع تتم باي طريقه. طيب كلمه قلخ السعر، قلخ السعر هنا يعني معناها الحته عليها سعر، او بيقول لزميله ما تقولش السعر. فكلمه قلخ السعر دي هنا معناها ان يشيل السعر من على القطعه، حاجه من اتنين، يا اما هو عايز يشبر زي ما قلنا في بدايه الفيديو عايز يسرقك ويزود عليك، يا اما هو عاوز يعمل معاك واجب زي برضه مدير المحل بتاع الذهب اللي كان عايز يعمل معايا واجب، فهو بيشبر في السعر علشان خاطر وانا بحاسب ينزل اللي شبره، يبقى لا كسب ولا خسر بس يبقى جاملني وخلاص. فحاجه من اتنين، لما يقول لك قلخ السعر يعني معناها ان حضرتك كده هيتشبر عليك، يا اما بهدف انك تتسرق، يا اما بهدف انك لما تيجي تطلب خصم ينزل لك في السعر وهو كده في الاساس ما نزل لكش حاجه. خد بالك برضو كلمه ايه قلخ التيكت دي او قلخ السعر ولا ايه بتتقال في حاجه تانية، في كلمه كده وما تستغربش من اللي هتسمعه دلوقتي، كلمه ايه دبر لي من شله مصلحه، دبر لي من شله مصلحه دي البياع بيقولها البياع يعني معناها بيقول له دبر لي من شله مصلحه، دبر لي من شله مصلحه، من شله ده المقصود بيها الزبون، دبر لي من شله مصلحه يعني طلع لي عموله من الزبون ده، طلع لي عموله من الزبون ده. العموله هنا بقى يا اما المكسب اللي طالع في البيعه بيتقسم بالنص، يا اما هو بيتشبر عليك علشان العموله دي انا كبياع ما ادفعهاش، انا خدتها لك من قلب الزبون. جميل. طيب لو اتقال له بقى ايه دبر لي من شله مصلحه، يبقى هنا العموله اللي هيدفعها الزبون او العميل. طب لو اتقال اشتقل له او دبر لي اشتقل او دبر لي اشتقل له، معناها كده ان بيقول ان اشتقل دبر لي اشتقل معناها ايه، معناها ان انا بقول للبياع ان انا العموله اللي انا هاخدها او المصلحه اللي انا هاخدها منك انت مش من الزبون، يبقى هنا دبر لي من شله مصلحه المقصود ان حضرتك اللي هتتدبس في العموله دي او هيتقور عليك العموله دي، ولكن دبر لي اشتقله كلمه دبر لي اشتقله دي يعني معناها ان العموله هتطلع منك انت مش هتطلع من الزبون. ايه لسه حد معايا؟ لسه اصبر بس ده التقيل جاي ورا. هنبدأ في فيديو النهاردة كده بشوية مصطلحات، سواء انت مدير محل او سواء صاحب محل او سواء مهتم بمحتوى فيديو النهاردة يهمني ان انت تاخد فكرة عنها. كلمة الجيم، كلمة جيم دي يعني حافز يعني عمولة، بيجي مدير المحل او صاحب المحل بيقول للبياع لو بعت القميص ده هديك عليه 5 جنيه جيم، لو بعت نوع البنطلون ده هديك عليه 10 جنيه جيم، لو بعت البدلة دي هديك عليها 100 جنيه جيم. للعلم في محلات في مصر الجديدة مثلا والله العظيم كان بيطلع على البدلة البراندات الماسيمو دوتي مثلا كان بيطلع عليها 1000 جنيه جيم، فتخيل البدلة دي كانت بكام. مش هو ده موضوعنا. المهم كلمة جيم عرفنا ان هي الحافز او العمولة، كلمة عشق يعني اقنع او بيع، كلمة قلخ يعني اصرف كبر دماغك، كلمة حزي يعني بيع او اهتم. جميل. يافت يعني معناها تمام، لما اقول زبون يافت يعني معناها انه زبون كويس بيشتري كويس، لما اقول مصيع او فاكس او صاد يعني معناها زبون تعبان، لما اقول دفش يعني معناها المقصود بها الزبون، دفشة المقصود بها الزبونة يعني المذكر والمؤنث. تعال نجمع الكلام ده في جملة كده واقول لك لو سمعت جملة ايه هنا تاخد بالك ان بيتعمل عليك مصلحة او بتتوجه توجيه تاني. لما اقول لزميلي البياع اقول له حز يافت الدفش اللي في شلاتك، او الدفش اللي في شلاتك يافت يعني الزبون اللي معاك كويس، او الدفش اللي في شلاتك يافت بالحيل. ولكن لو سمعت البياع بيقول عليك لزميله الدفش اللي في شلاتك مصيع او الدفش اللي في شلاتك فاكس او صاد، تعرف ان حضرتك كده بتتشتم وبيتقال عليك ان انت تعبان وما بتشتريش. هنا ممكن بياع او مدير محل يوجه بياع تاني بانه يقول له ايه قلخ القميص اللي في ايدك او قلخ القميص اللي عايزه الدفش اللي في شلاتك علشان القميص ده مش مجيم. فهمت مني حاجه؟ يعني اصرف القميص ده من ايد الزبون عشان الزبون ده معلهوش مصلحه، القميص ده معلهوش مصلحه او القميص ده معلهوش جيم. طبعا انا عارف ان كل الناس مندهشه دلوقتي ونص الناس طلعت من الفيديو، بس صدقني والله انا بديك خلاصه حاجه
مش هتلاقي اي حد مجمع لك القصه اللي انا مجمعها لك في فيديو النهارده، وللعلم بالشيء ولا الجهل بيه زي ما انا دايما بقولها لك. فدي كده جمله ممكن تتقال، ان الدفش اللي في شلتك مصيع، الدفش اللي في شلتك يافت. لو عايز ابالغ هقول الدفش اللي في شلتك مصيع بالحيل، الدفش اللي في شلتك يافت، حز الدفش اللي هناك ده عشان يافت. خلاص كده خدت انت كده باك جراوند على مجموعه الفاظ ممكن تتقال. ننقل على كلمه تحذيه. كلمه تحذيه دي بتستخدم كذا استخدام، واحنا الشيء بالشيء يذكر في كل مجال كده. هعرفك كلمه تحذيه بتتقال ازاي. ممكن تحذيه تقول ايه؟ حز الدفش اللي هناك ده. حز الدفش اللي هناك ده يعني اهتم بالزبون اللي هناك ده او شوف طلباته ايه. وممكن يتقال ايه؟ حز النضارات. حز النضارات دي ان انا اكون شاكك في زبون ان هو حرامي، فاقول له حز النضارات يعني خلي عينك عليه. وممكن اقول ايه؟ حز باترينا يعني روح شوف الباترينا ايه اللي بيحصل عليها، او الزبون اللي واقف على الباترينا. او بيتقال على بياع مثلا دي مهمته كده في محلات وسط البلد انه محز باترينا، انه واقف على الباترينا. فدي تحذية الباترينا، تحذية الزبون. حز النضارات يعني ركز او خد بالك من الزبون اللي هناك دي. وممكن تتقال ايه؟ ان الدفش حزاني تحذية يافتة قوي، يعني اداني تيبس كويس قوي. وممكن تتقال كمان ايه؟ الدفش ده حزاني في دماغي. حزاني في دماغي دي يعني اللي هو فصلني، بوظ لي دماغي. وبيتقال عليها الفاظ مش كويسة يعني، بس هي انا هقول الالفاظ الكويسة اللي هي حزاني في دماغي دي اللي هو بوظ لي دماغي فصلني وحزاني. تحذية يافتة هنا يعني اداني تيبس كويس قوي. ننقل على اللي بعديه. بص، لو انت موجود في اي محل ملابس او ذهب وسمعت كلمة شقال او ليسا، تعرف ان في حرامي في المحل. خلاص كده يعني احنا مثلا لما احنا واقفين كده وانا شاكك، اعوذ بالله يعني الا يعني ربنا يهدي الجميع، وشاكك ان اللي واقف او اللي واقفه دي حراميه، فاقول له ايه؟ شقال حز نضارات عشان الدفش ده شكله شقال. دي يعني حرامي او ليسا. بتتقال كده، بتتقال ليسا او بتتقال حرامي. في ناس بتقولها كده وفي ناس بتتقال كده. خد بالك كمان كلمه مستقى. فممكن مثلا بياع يقول للتاني ايه؟ دبر لي مستقى يعني انا جعان عايز اكل وشوف لاي مصلحه عشان اتغدى. مستقى، دبر لي مستقى. او ممكن يقول للمساعد بتاعه او لزميله دبر لي مستقى يعني هات لي اكل معاك. يعني كلمه مستقى دي المقصود بها اكل. خد بالك بقى في اكسبريشن كده بيتقال في تجار الجمله، في مكاتب الجمله، لما بيجي حد يقول لحد على سعر وانا مش عايزك تعرف السعر ده، فيقول لي ايه؟ ابيع له بكام؟ اقول له بيع له بنقصان المية. كلمه نقصان المية دي يعني معناها بيع له ب50. كلمه نقصان ال30 يعني معناها بيع له ب15. كلمه نقصان ال1000 يعني معناها بيع له ب500. كلمه يعني الفاتوره دي احسبها له بكام؟ مشيها له نقصان ال1000 يعني قفلها على 500. فكلمه نقصان معناها نص السعر. يعني اول ما حد يقول لك نقصان المية، تعرف ان هو المقصود بيها كلمة 50. جميل كده. فأول ما تسمع كلمة نقصان المية، نقصان ال50، نقصان ال30، نقصان ال1000، أي كلمة نقصان، يبقى المقصود بيها كلمة نص الرقم. وطبعا مديرين المحلات بقى والبياعين أو أصحاب المحلات، لفظ برنج دي يعني معناها البياع أعلى مبيع اليوم ده. يعني مين البرنج الشهر ده؟ يقول له فلان. مين البرنج النهاردة؟ فلان. هو مين البرنج كان الأسبوع اللي فات؟ فلان. فكلمة البرنج دي يعني معناها اللي هو أقوى بياع أو صاحب اكبر مبيعات، البرنجي. خلاص كده. بص بقى نخش على لغه الفلوس. كلمه فلوس، فلوس نفسها يعني اسمها معوت. فلوس، كلمه الفلوس المرادف ليها كلمه معوت. عندك معوت ايه النهارده؟ يعني او عندك الدرج ايه النهارده؟ او عندك معوت كام في الدرج؟ او المعوت المقصود منها الفلوس. طيب كلمه عود مقصود بيها الواحد، يعني جنيه، المية، الالف، كده يعني عود ماشيه كده، ماشيه على حسب المصلحه بقى. جميل. كلمه حمشه يعني 5 جنيه. كلمه عصاره يعني 10 جنيه. ايه تاني؟ وكاريتا يعني 20 جنيه. يعني ممكن بتتقال كلمه كاريتا 20 جنيه، وشنيش صف يا تتقال يعني شنيش صف دي 20 جنيه. انا عارف ان ممكن يكون الناس بتضحك وممكن اكون انا في صحراء ومحدش بيتفرج لسه على الفيديو ده وبيقولوا ايه الهرتله اللي انا بهرتلها دي، بس والله العظيم الكلام ده ما هتلاقي حد يقوله لك. 20 جنيه يعني كريتا او شنيش صف. خلاص كده. يبقى احنا كده عرفنا لغه الفلوس اللي هي المعوت، الحمشه يعني 5 جنيه، العصاره يعني 10 جنيه، الكريتا يعني 20 جنيه، او شنيش صف، العود المقصود بها الاحاد، او العود يعني الجنيه او الاحاد. الجنيه ممكن يتقال عليه احاد وممكن يتقال عليه عود. خلاص كده. نسيت اقول لكم ان الجنيه بيتقال عليه برضو ايه؟ احاد.
وتجار الذهب بقى عندهم بقى لغه كده اكتر ما بنستخدمهاش احنا بتوع الملابس، اللي هي شلايت يعني اتنين. كلمه شلايت المقصود بها رقم اتنين، كمان جميل، او شلتين. شلتين يعني حتتين، شلايت يعني اتنين. جميل. شيشة يعني 6 جنيه. دي كده كل لغة دي الذهب مش الملابس. الملابس اللي انا قلتها لك الاول هي الحمشة والعصارة والكاريتا والعود، لكن كلمة احاد وشلايت وشيشة وشمعة، شمعة دي يعني 7، شمونية يعني 8، وبربيع يعني 4. تمام. كل دي لغة الفلوس او الاعداد. شمونية يعني 8، ابو ربيع يعني 4. اظن كده الدنيا وضحت، ولا اقول لك كده اظن الدنيا اتلخبطت معاكم خالص. الهدف من الفيديو ده، والله انا مش الفيديو ده يعني عصرت فيه مش عارف ايه زناده فكري، علشان خاطر اديك المعلومه كامله وبرضه ما اكونش ناقص حاجة. الهدف من الفيديو ده توعية. الهدف من الفيديو ده ان انت تكون مدير محل او صاحب محل كفء اقوى من البيعين اللي تحت ايدك، فتقدر تديرهم صح. الهدف من الفيديو ده ان انت ما تكونش موجود في اي محل ملابس او في اي محل ذهب، ويكون قدرا انت موجود في وسط محل الدنيا مش تمام، فما يتنصبش عليك، ما يتضحكش عليك، ما يتقالش في حقك لفظ مش كويس انت مش فاهمه. يا رب يكون محتوى الفيديو عجبكم. الفترة اللي جاية في فيديوهات قوية جدا، فتعمدت ان انا انزل بالفيديو بتاع النهاردة ده كده ايه، بنفك الدنيا شوية. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هيكون محتوى تقيل قوي عن ان انت ازاي تبيع، ازاي تحترف البيع. في فيديو تاني جاهزين ان انت ازاي تشتري، يعني ازاي تعرف ان البولو شيرت ده ادفع فيه كام، والقميص ده ادفع فيه كام، والبنطلون ده ادفع فيه كام، ومتوسط سعر الطباعة، ومتوسط سعر التطبيق التطريز، ومتوسط سعر المصنعيات بتاعت البولو والتيشيرت والبنطلون والشروال وكل الكلام ده. انا بحاول قدر المستطاع ان القناة تكون بالنسبة لكم مفيدة. يا رب بالفعل اكون بفيد فيكم ولو واحد بحاجة صغيرة قد كده. لو بالفعل قدرت اوصل ان انا افيد اي حد منكم، ما تنسانيش من صالح دعاكم. الفيديو ارهقني. تحياتي للجميع. كان معاك اخوكم في الله محمد عمارة. سلام عليكم.